هي الرفاق والرفيقات، كنشكر اطاك المغرب انترناسيونال على حسن الاستقبال ديالها والضيافه في هذا المخيم اللي صراحه استفدنا منه بزاف الحوايج، عرفنا فيه ناس زوينين بالافكار ديالهم. هذا ربح وهذا هو المكتسب الحقيقي من هذه الاعتقالات ومن هذا الشيء، هذا هو المكتسب الحقيقي، هذا هو الارث ديال الاجيال وهذا هو المستقبل اللي كنشوفوا فيه حنايا، كنشوفوا في المستقبل الله يكون حقيقي. غنبدا بالاعتقال ديالي. الاعتقال ديالي جاء نظرا بزاف العوامل. انا قبل من الاعتقال ديالي هو مجموعه من التضامنات ومجموعه من المواقف ومجموعه من مجموعه من الحركه الاحتجاجيه، وبدايه من معتقل الحراك الريف والى اخره 20 فبراير ومجموعه من الحركه الاحتجاجيه. تزامن الاعتقال ديال عمر الرادي جاء في واحد السياق اللي هو خطير جدا، هو الظروف ديال كورونا اللي استغلها النظام المخزني، استغل الظروف باش يقبر كل اصوات الحره في هذا الوطن الجريح. اختار الظرفيه المناسبه فاش اعتقل سليمان، ومن بعد جاء عمر باش اسس هذيك اللجنه ديال التضامن مع سليمان. والاعتقال ديال عمر خاصنا نرجعوا باش تكون عندنا ذاكره. راه عمر كان مهدد من بدايه التضامن ديالو الحقيقي مع حرك ديال الريف، وقدم كثير لحرك الريف. واللي اعتقل 8 شهور على قبل التدوينه على القاضي الطرشي اللي حكم على الزبزابي والى اخره. باش نعرفوا السياق الحقيقي اللي باش يلمعوا بان عمر التعقيد ديالو السياسي محض 100% بسبب مجموعه من الملفات ديال فضح ديال الفساد والمفسدين، منهم اللي خدام الدوله، بانوات ديال الاشهار، المناجم ديال الاراضي اللي هي اللي عطاه هو باب التقارير، عطاه حراك باب التقارير ديال عمر، عطاه واحد الحراك، عطاه واحد زي خمس سنين خرجت تناض الاراضي ديال السويطه والى اخره. من الوقت اللي تعتقل فيه عمر حنا ضامنا نزلنا الضامن مع القضيه، بدا التهديد ديالي ما بغاش نقول باش ما يكونش واحد الرعب وسط المناضلين، بدا التهديد ديالي سير بعد من هذا الملف، ما مره انا جوج في التليفون، ما مره انا ثلاثه من الى اخره. عرفت راسي ان هذاك الملف ما باغي يقرب لي، خصو يقرب لي حتى شي واحد. الملف ديال عمر وسليمان ما خصو يقرب لي حتى شي واحد. ذاك الفيلم اللي دار شوف 24 هو الفيلم اللي دار سليمان، هو نفس الفيلم اللي دار عمر، هو نفس الفيلم اللي دار باسو، المخرج واحد والسيناريو الحوار راه باين. باش الشيء راه واضح. الوقت حنا كنا التضامن كورونا، وعرفوا القمع هذاك الحجر القمعي والتجويعي اللي كان على فروض على الشعب المغربي، كان الوقفات، وكنحيي من هذا المنبر عائله عمر الرادي. صراحه الاعتقال ديالي عطاه واحد الدعم للعائله ديالي، عطاه واحد الدعم كبير، خصوصا الام ديالي رغم انها كتعاني من الجروح، رغم انها كانت تعاني من الالم. من بعد ما تلقات ديك الظروف كان واحد المعتصم اللي كان حدا السجن عكاشه، هذاك المعتصم عطاه واحد الاشعاع كبير اللي ساهمت فيه. تحيه للزبيري والدري ديال الاعطاك اللي عطاه واحد الدعم كبير لهذاك المعتصم، النهار ديالو عطاه واحد الاشعاع كبير، اشعاع كبير. اول مره غيكون احتصام حدا السجن عكاشه اللي دام تقريبا شي شهر. واحد النهار انا جاي وما وقفوني لاكارت ناسيونال، لاكارت ناسيونال ديالك، لاكارت ناسيونال ما كاين باس، كيفاش ما بين لاكارت ناسيونال سميت شنو؟ ما عرف هو مخابرات شكون اللي خير. سولوني هاديا ويقولوا لي ساعتك قربت، يقولوا لي ساعتك قربت شهر خمسة، هادشي شهر خمسة. من بعد كان جا من بعد كان واحد الشجرة في الاعتصام كنضل حداها، تقطعت قطعوا ديك الشجرة، الشجرة ما رحموهاش، شوف شجرة ما رحموهاش، باش حنا تبقى ديك الشمس نضلت حسين، رغم هذيك الشجره قطعوها، رغم تحيه المفاتيحه على الصمود ديالها وعلى اللوجيستيك ديالها وعلى اللي بس خلينا باش نصمدوا في هذاك المعتصم. داز من بعد جا الوقفه ديال سليمان وعمر في محكمه الاستئناف، كان الاخ الجباري جاب الباب وداك الشيء صافي. انا عرفت راسي غنبقى نمشي للحبس، كاين عرف صافي بوادي ديال السجن بانت لي من العود. وصلت للرفاق قلت لهم انا حاجه نوصيكم هي الام ديالي تحصنوا، حيت عارف الاساليب ديالهم كيفاش كيدوزوا العائلات كيدوزوا. ولكن تحيه للجنه اللي على ثلاث سنين ديال الصمود ديالها قدمت واحد الدعم كبير، وخصوصا العائله ديالي خير اللي انا بالفضل ديالهم باش صمدت العائله ديالي وباش الى اخره. الاعتقال ديالي تعتقد وما كنسميش الاعتقال، اختطاف، اختطفوني داوني من مسألة الوقفة بحال هكا تحت الشاطئ ويدوني، داوني للفرقة الوطنية الاعتقال ديالي. أول حاجة سولت شنو السبب الاعتقال ديالي، شكون صيفطوا لي السلعة،
هي بناء على المذكرة سبحت وطني بي كانت وطني وانا كنتواجه حداكم الصباح شي بحال الزلط كنتواجه معاكم بحال الزلط انا كنتواجه حداكم ومذكرة سبحت وطني شهر ربعة او تمشيت شي شهر خمسة سولتوني سميتكم وهذا ما فهمتيني صافي داوني اول حاجة انت جبت الصمت ورفضت التوقيع لا راه ممكن تلبس التيشيرت ديال عمر وتقول لي انت راسك سخون انت كدافع عليك خوانه قلت لك لا كنعرف خوان وحدين اللي كنعرفهم انا ديال الكلمه الاخيره ديالي باش غنعاود النظر شي خوانا هما اللي باعونا في هاد الحمايه وباعونا في اكس ليبان وراه نور البلاد صندوق النقد الدولي فقروا الشعب هادو هما الخوانا الحقيقيين هادو شرفاء راه هما في الحبس ما داو فوق الصلاه ما داو حتى هو ما داو حتى شي حاجه ويقول لي راه راس السخون خلي مازال زيت فيه هو اللي جبدوا لي الميل ديالي قول هكا ما هذا شوف الميل قول هكا او كان كاع كاع المهم عندكم شنو تبي يدري بعد شو جيبي وانا قاعد كنت نقول لكم والله بين نقول لكم كنشوفوا واش غادي واش تقسموا لي الشهر ولا النهار ولا الساعه ولا او تشي واش ندير لك بدا واش عامر الدين هادي بحال ما هنا ما هنا سي نور الدين ما هنا ما هنا ما هنا انا عارف الاسئله ديالي صافي وندير صمون بكمل سميت امك ما عرفتش سيني جبت هذا الفيديو ما عرفتش داوني عطوني طلعوني وقال لي شي هذاك راسك وديو وسالو طويل قال لها هبطوا هبطوا طلعش مع علي القادوس جيبي له شوف واحد صبط لك 10 شكون على بلاد هذه واش هذه دولي ما تقطع الواحد مسكين هو مشرب على القادوس قال حق على هذاك الفيديو ديال عين افران كارثه انا التزمت الصمت تبع عرفت غادي داوني بقى غادي داوني قال لي سيني على السيوره ما مسيني ما مصم منك تدخل في اضرب عن الطعام باش نبلي يديك تدخل في اضرب عن الطعام والماء لمده 3 ايام ملي دخلت فيه شدوني قدموني عند الوكيل عند الوكيل حيت واحد المحامي كان كورونا ما عرفتوش مزيان قدموني اول حاجه الوكيل نفس حتيك الجاكيطه كنت لابس التوت عمر ويقول لي حل لك الجاكيطه دونك انا ماشي اللي معني راه اللي معني راه اللي معني قال لي ويقول لي الوكيل هاك الجاكيطه قال لي اه صح حرة كيناقش معايا هادي من هنا من حكا تا درتي فعلتي علاش درتي واش نسبيت عيلتي انا انتقدت ما كاين حتى شي واحد مقدس في البلاد المقدس هي الحريه لا انا قال نسبيت حتى شي واحد وقال لي انت هادي انت ما عندك لا دليل ما عندك راه شوف التقاريد مشيت لي معنا المجلس على الحسابات لي التقاريد المجلس على الحسابات وهذاك الشيء اللي كتقولوا نتوما واللي كديروا نتوما راه هادشي راه كاين عندك شي دليل قلت له هاتش ما كتقولوا نتوما كتقولوا في نفس الوقت كتنتقدوا اي صوت داني جابني التليفون كيتسنى هو التليفون هو ساعه كيتسنى الرباط يعيط هبطوا ولا دخلوا الفران ولا خرجوا من الفران هبطوني داوني رجعوني داوني بقى الظهر بقى ناقص معايا قال لي ما دخلت قلت له راه مضرب عن الطعام قال لي راه مقيد على الفرقه الوطنيه ويقول لي واحد الكلمه قال لي انت ما بغاش تخدم سير المارشي حاله اللي كيخمش المارشي اهانه ايه ما قلت لي مشي للمارشي راه شرف هذاك كيدلو بعائلاته واللي يديرو مقبله قلت لي العيب الخطير هو اللي قاس بيرو كيشفرنا بالسيلو هو اللي قاس بيرو كيشفرنا بالسيلو هذاك كي صافي يقول لي صافي سير طلع العشيقه صافي مشيت قطعت المحكمه اول حاجه غندور نلقى المفاتيح ونفرح حدا مول صافي ولا حسيت واحد دعم كبير عاد لقيت بوادريس وقعدت تحيه الرفاق وفهمتي كاين السيد العكاشه من السيد العكاشه كي كنا كنلفو بيد الباب الاخر باب الكحله هذاك الباب بحال غادي بيا داوني والغالي في الامر حتى ديك اللوجيستيك لقى عندي صورة عمر وصورة بيل دي التيشيرت ديال سليمان واحد السنسله واحد الصاور ديال الزفزافي وتوافق 20 شحال داو معايا شو الخطا شوف انا عقلوا على النقطه وغنرجع لكم هذه النقطه كي دايره داوني جاو رئيس المعقل بدون عباد الله قال داوني جا الحصه شي حصه لقيت مانطاج لقيت صابون او كيد نسمع لي فين هاد الناس هو قلت شوف قلنا راه دخل يقول لي راه شنو قلت قانون مع القانون مع الثمن هذا صافي قلت له جيب لي الماكله المضاد عن الطعام حكي الماكله صافي دخلت من بعد داز السجن بعد السجن يحرضوا لي السجن قال لي ما تهضروش معاه ما تعطيوش ولكن تحيه ولاد الشعب كاينين تما مناضلين ولاد الشعب اللي هما كيمشيو بالعكس ملي كتقول لي هذاك ما تقربش ليها شي هما كيقربوا لك فهمتي اذا فات التليفون مشي تواصل مع دارنا قال لي انا مضرب عن الطعام انا بجانا حصه وانا عند عمر النهار الثاني كان فيه واحد الموظف ما نذكرش سميتو ولد الشعب صاحب عمر كيجيب لي حوايج مع عمر
الا كون شافوه يديوه ماشي يديوه القهره تحلى جيبوه هي مسكين مخبيه هي جوج فونطاكونات وشوطات وسليبات وصابون معك عمر قال لي دوش وقال لي راه مضرب عن الطعام يقول لي عمر لا ما يديش تضرب عن الطعام شنو هذيك صحته اي فهمتي التواصل ديالك سجن عكاشه خصني نتعرض للكود السجن كاين ما يقع في السجون كاملتي خاصو حلقيات وحلقيات من الابتداء هذا من ضمن راك شي انا كنسمي مكذوبيه السجون واعاقه الادماج مكذوبيه السجون واعاقه الادماج دابا نقول الفيديو ما يكونش التالف تبين واننا واننا ودرت 730 يوم وما عمرش مسرح وما عمرش عندي شي منسق اللي يسير دار كتوبه ولا يسير مهنه ولا والو بقيت زدت انا ما انا مضاربين على الصوبه كيخليك مضاربه من هنا شحال كيخليك واحد الحلقيه ديال التعذيب النفسي اللي هو ممنهج ملي جيت كنطلع عمر عمر كان خصني نتعرفوا هاد الناس هذيك السيده 3 سنين قضى بغى يركع ولا ما يركعش ليه 3 سنين هو في زنزانه انفراديه وفي جناح انفرادي خاوي اللي جاري على قدو وفسحه انفراديه كتخرج من زنزانه انفراديه الفسحه قناه حديد كانت حديقه كتمشي لحديقه الحيوانات كتلقى ديك السبوعه والضبوعه ودير بحال كتحكك احنا ما كاين عمرها جات شي لجنه قلبت ولا سولت شي سجين ولا شي حاجه شي كثير ديال الظلم وشي الماكله كيديرها ما كنسمو حنا عارف المواشي كنسمو عارف المواشي لفت مع القرعه مع لي الشو مع البلول ما اش نقول لك شي حوايج داك الشيء ديال الماكله ما لما جا راه ولات السجن كوميرسيان كتمشي للحبس وتخلص الحبس ديالك كتمشي للحبس وتخلص الحبس ديالك انت في الحبس ولا ما جبوكش داركم باش تاكل راه تعذب لما وقفوش معاك داركم من بق من 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 بعد داز المحاكمه المحاكمه اول حاجه طالب باش نحط حضوري ما كاينش حضوري ما كاينش حضوري وكيفاش انت كيفاش كتسمع الرئيس وقت الطاقه كنت شنو كنا درتي درتي وي انت من هذه المحاكمه هذه كاش قلت لك شنو انت محاكم عادي ولا منا اسمعني شاي بوليس على الحال راه سكت ما تقولش راه انت تعتقلوا في جهات عليا وما تناقش مول البلاد وما تناقش وما الناس من بعد قال لي راح تبقى 6 شهور غادي والغريب في هذا الملف هو ان واحد المعتقد السياسي سابق تحيه لي هو شفق العمراني العربي في الميريكان نفس القاضي نفس القاعه نفس التهم هو عطاو 3 شهور هو كحمد جنسية امريكيه ماما امريكا وانا جنسية مغربيه اللي كدتني العكاشه ما كديني حتى شي حاجه اخرى كدينا العكاشه والكوميساريه ما والله يمدك كنت كنت في الطوبيس ويمتلك في الطوبيس راه الباسبور كتشدوك كيقول الباسبور الامريكي من كل من يحمل هذا جواز السفر سندافع عنه اخر جندي الباسبور المغربي باش يقول كل من يحمل جواز السفر تم اتلافه او سيعاقب طبق القانون داكشي العكاشه خرجوا العكاشه لا علينا ياسر ديك المحاكمه الى اخره والحب السجناء كثير التجربه ديالهم كاين الى فصل المحكوم كاين فصل 179 انا سمعت صوت شي قريت شي عباد الله بلا ما نقولوا راه خطير او انا كنشكل خطر على هاد العائله حكيمه او انت اش عندي جاني دبابات عندي عسكر دوله انا غادي تشبر في هاد الارض ست الداري ما عنديش راه مقيم عند دارنا لاجئ عند دارنا شنو لاجئ عند دارنا هو شو الحماق هذا واش تلقى عند المستوى ديال الدوله وصلت ليا حتى لهنا راه حماق هذا الدوله ورفاه هذا اللي كيسيروا هاد البلاد والله يا خويا الا خصهم يمشيو نبنوا بحال شي سبيطار الحماق الحماق يمشي يتعالجوا فيه والله العظيم انا كنسبق فيه انا كنسبق فيهم امراض عقليه ديال الناس اللي كيسيروا بحال هذا الشيء بحال هذا الشيء ديال يعني انا تحاكمت بسنتين وكنقول كنرجع شويه كنذكر هذه السيده كنقبلها وكنعنقها ديال الام ديالي الثانيه لان شوف رغم الالام ديالها ورغم الجروح وكنحس بالكبده ديالها انها تصور تجيب امي ما قاريم والو كنقول لها امي وتحصنها وتقف معاها بلحظه بلحظه وبالمسانده وبانه عمر محكوم بسنين ولا غير عامين راه كاين فرق فهمتي لا فرق فيه بزاف د الحوايج او لجنة التضامن كل الزباري ولا اختي مجدولين ولا بزاف الرفاق الاحرار بختلف التوجهات ديالهم والانتماءات ديالهم وهذا هو الوطن ديالنا اللي حنا محتاجينه بهذا التنوع بهذيك الوحده لان قضيه الاعتقاد السياسي راه هو هذيك الغنى اللي حنا محتاجينه لان الاعتقاد السياسي كيوحد داك اللي كنكون ما كنسمع التليفون كيجيو الموظفين داروا اللجنه دارت كنفرح كنقلك هذيك الصمود ديك الطاقه شي حنا في المعتصم كل عيالنا عمر عنده حق طاقه كبيره لانه الرفاق ديالو دائما في البال ديالنا في الانشطه ديالو في النضالات ديالنا الاعتقال كانت عامين كانت حد وقع لي الظروف الصحيه ديال البصر ديالي كتشوف ان هاد الناس ما فيهمش الرحمه الانسانيه واحد المره دار لي واحد التحليله ديال الظهر وهاد التحليله كانت مطلوبه خصو يبقى يومين في السبيطار
باش ياخذوا لي يشوفوا لي منين كنقص البصر ديالي. كان عندي جلسه ديال السيناف، تصور انا جاي الضباب في المحكمه، ما كاينش لك لعبه كرسي ولا طا 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 درتي فعلتي، وانت انا راني مهلوك، انا باغي طلعت المشي نصمم، درتي فعلتي طان درتي وانا كبير الضباب في عيني. ملي دخلوا يدوني للسبيطار، دخلوا للغرفه ديالي، وانا جا شي واحد راقبك شي حاجه، كنت واحد المره كنت كنحبو كنطيح، كنعاود نقف كنطيح، واش نقول لك شي حاجه هذا ديال اللي كتشوف هاد الناس راه سنوات الرصاص راه هي مستمره، كي كيبان لكم كذاب لك العكر على الخنونه وشي حاجه، راه مش اسهل اللي كنت تشوفوا ولاد الشعب كينعسوا، راه الشبر وبعض السبعان، عرفتي شنو الشبر وبعض السبعان؟ كينعسوا ولاد الشعب كيجيو عندنا الكاش والتعذيب والقمع ممزق، ما عمر كاين شي لجنه حقوقيه جات السجناء ولا جات شي حاجه، وهادشي اللي كيطرى لعمر، هادشي اللي كيطرى عمر، عمر يدو السجن في الجوج، خاصكم تعرفوا بلغه الحباسه، هذوك الناس اللي كيكونوا عندهم عقاب اللي كيكونوا متمردين على الاداره السجنيه كيدوهم في الجوج، ايش من خو مخالفه دو لعمر ديتيو السجن في الجوج، واللي تعذبوه واللي كيبغوا يزرعوا الرعب في العائلات، باش العائلات كيبغوا واحد الفوبيا ويكبوا واحد الاحباط وشي هذاك وهذاك المعتقل باش يخليه يعيش واحد انحطاط باش باش يركعوا لشي حاجه، دي اساليب ديالهم، عندهم واحد الاساليب اللي خطيره، حنا كنا 23 ساعه في الزنزانه الانفراديه، فسحه انفراديه، هادشي راه هادشي اللي كنت تزممت غير هو، حنا عندنا بالكولور، هذا كان بلونوار، حنا عندنا بالكولور، بالكولور، راه كاين سجون كارثي، راه كتشوف ولاد الشعب كيضربوا لحمهم، كيخيطوا في فمهم، راه هذاك الشيء راه لو كنت شريك شي حاجه كنعاود لك الشيء، كنعاود لك غير التشاش، نعاود لك شي حوايج الله يضرك تشدو من راسكم. غايشدو من راسكم، من بعد هاد المحكمة كان ظروف قاسية في السجن، خاصها حركيات وخاصها بزاف الحوايج، وكنشكر المنظمات الدولية، كل من أمنيستي وبلا حدود، عمر رايتشوت، أحرار بلجيكا، فرنسا، أوروبا، اللي عطات واحد الإشعاع للقضية ديالي والقضية كافة المعتقلين السياسيين، لولا خاصكم تعرفوا لولا الأحرار ديال المجر، هنا في المغرب راه يكون مصدر ديال 81 65، شوفوا على تشوفوه. هاد الناس واحد الناس جنود الخفاء كنحييهم من هذا المنبر اللي كيوصلوا الصوت ديالنا واللي كيوصلوا المعاناه ديالنا، وكنقول كنجدد كنقول تحيه لاطاك اللي عطات كانت في هذا الملف نزلتي بكل ثقل كما قال الزبيري بولادهم بوقتهم باش الانسان يكون موظف وعنده عائله وكي وانت في الحبس وكي اثنين كل وقفه المحكمه راه ماشي ساهل، راه ماشي ساهل، هاد الناس راه عطاو وقتهم راه تما قسموا معاك الالام ديالك هما دخلوا ديورك شافوا المعاناه ديالك كنحييهم هاد الناس بهم باش حنا كنا صامدين بهم حنا باش كنا كنصمدوا بهم باش كنصمدوا وكنحييكم وراء بزاف الحوايج وكنقول لكم كنقول لكم شوف شوف حاجه اللي خاصني حاجه واحده اللي خاصني نقول من هنا حان الوقت لخلق جبهه وطنيه ينخرط فيها الجميع ضد الاعتقال السياسي وقمع حريه التعبير حان الوقت ونداء ديالي لكل الشرفاء بمختلف توجهاتهم لان المعتقل محتاج الوحده اللي بغيتي المعتقل يزيد يسمى هو الوحده ديالنا وكنتمنى الشفاء وكنقول لك مشي انت انت عمر ولا ولد العالم وانت ام ديالنا وكنحييك وكنحيي كل احرار سمحوا لي دخلت في العبارات بزاف تحيه تحيه لكل المهم انا غادي